علي حمد القايدي مختار محلة المهدي. طبعا نحن كمحلة المهدية الكل يعلم أن فيه تحسن نسبي كبير من الناحية الأمنية ومن الناحية الخدمية، سواء كان على مستوى شركة النظافة. الحقيقة يعني أنه الفترة الأخيرة أصبح فيه تحسن نسبي من مشكلة القمامة، ونتمنى أن يكون فيه أكثر مجهود من هيك، لكن فيه تحسن نسبي صراحة، ونسأل الله التوفيق لهم. وكذلك عملية الصرف الصحي، الصرف الصحي حتى فيها تحسن، ولكن إمكانياتهم ضعيفة صراحة. وتو نحن في فصل الصيف نشكو من مشكلة المضخات المياه. احنا كمحلة مادية مثلا عندنا بير مدرسة عقبة واقف متوقف لفترة، ونشدنا الجهات المعنية وقلنا لهم نبوا مضخة، وتو ان شاء الله قالوا وعدونا حيوفروا لنا مضخة، وان شاء الله يوفروا لنا مضخة. طبعا الخدمية، ناحية الخدمات في المحلة فيه تحسن كويس الحقيقة، ولكن من ناحية المصرفية، ناحية المصرفية صراحة نحن كمحلة المهدية ما عندناش ولا وكالة مصرفية ولا مصرف. نتمنى من جهات المعنية أسوة بمحلات الأخرى زي محلة القربة فيها وكالة التجاري في حي عبد الكافي، عندهم شمال أفريقيا، عندهم مصرفين شمال أفريقيا. فنتمنى احنا كمحلة المهدية يوفرونا وكالة للأعمال المصرفية والخدمات المصرفية، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. ونتمنى من الجهات المعنية، المجلس البلدي صراحة قلة إمكانياتهم هي مأثرة علينا سلبيا صراحة، هم إمكانياتهم ضعيفة. نتمنى من الوزارة والجهات المعنية اللي يتبعوها أنهم يوفرون الخدمات من ناحية القرطاسية، من ناحية المحروقات والاتصالات، وما عندهم وإحنا عاذرينهم، ولكن نتمنى الصوت يوصل للجهات المعنية المتمثلة في الوزارة أن يوفروا لهم خدمات من أجل إمكانيات، من أجل أنها تكون مردودها إيجابي علينا إحنا، من أجل إحنا نقدموا خدمات أفضل للمواطن. وبارك الله فيكم على هذه المتابعات، ونسأل الله التوفيق لكم دائما وابدا.